أني واحد إنسان يحب الحياة. جيفان هو شاب يبلغ من العمر 33 سنة، عنده مشاكل من طفولته في الكلى والمسالك البولية، سوى عملية زراعة كلية لكن فشلت. اليوم هذا الشاب يعني فقد السمع حتى بسبب هاي المشاكل، ويحتاج إلى عمليتين، واحدة لإعادة حاسة السمع والثانية لزراعة الكلى. طبعا نتمنى احنا من أي جهة أو مؤسسة أو أي أحد قادر أنه يساعده، كأن يكون مثلا وزارة العمل، وزارة الصحة، أي جهة ممكن تساعده حتى ممكن يزرع كلى، استنجد بينا هذا الشاب واتصل على هاتف البرنامج فزار مراسلنا عمر كريم في بيته وسمع إلى مناشدته. خلونا نشوف. السلام عليكم زميلي مازن، اليوم احنا في منطقة الأمين، طبعا اليوم ويا الأخ شنو اسمه؟ جيفان. اليوم ويا الأخ جيفان، طبعا مثل ما تشوفون احنا نصينا الإنارة، الإنارة ممكن تتعب عينه، فلهذا السبب يعني أحمد نص الإنارة من الكاميرا، بالإضافة إلى جيفان ما يسمع. ليش؟ لأن أثر مضاعفات الفشل الكلوي وصل إلى هاي الحالة، ممكن يحكي بس ما يسمع، ولهذا السبب أهله يتواصلون وياه عن طريق التليفون، عن طريق المازنجر. فهسه احنا راح اكتب له اني حتى يشرح لنا قصته ومعاناته ويا المرض. طبعا احد الاخوه اتصل بينا من خلال برنامج لوكيشن وشرح لنا حالته، واحنا قررنا انه نجي نشوف ونسمع من عنده. أنا كتبت له حتى يقرأ حتى يقدر أنه يشرح حالته. أنا معناتي أولاً اسمي جيفان سهاك، مسيحي من أصول أرمنية، عمري 33 سنة. معناتي من أنا صغير أعاني من مشاكل بالمجاري البولية، التهابات بالمجاري البولية. أتذكر أيام طفولتي قضيت بالمستشفيات بين العمليات والدكاترة والتحاليل، ودائما يعني كان عندي تخوف من أكلات ممنوعة من اللحوم والبقوليات من أنا صغير. إلى أن شوي كبرت كان عندي التهابات مزمنة بالكلى. مرور الأيام شوية كبرت، كان عندي من الدرار ما يطلع كله، يبقى قسم بالمثانة يرجع يدي الكلى. الدكاترة ما يقولون على الزرع، هم أهل المريض إذا عندهم إمكانية يقررون يزرعون المريضهم. زرعت أنا بداية فشل تقريبا بداية سنواتي، بس همين فشلت ولا يوم نجحت. قبل الزرع كنت فرحان وأخيرا راح أتخلص من المرض، وقررت إنه راح أبدي أشتغل وأجمع فلوس وألعب رياضة وراح أسوي كذا وكذا. حتى قسم قالوا لي أنت بعدك شاب 5 أيام طيب. أنا واحد إنسان يحب الحياة. باول عازف مو عازف تعزف؟ نحب الموسيقى. نعم أعزف. أحب الجيتار. ما يخالف خاطر. وين ما عازف؟ يلا ما يخالف.
زميلي مازن بعد ما شفنا الحالة اللي موجودة أمامكم، إحنا نتمنى من الخيرين دائما نطمح إنه أكو ناس هواي خير بالعراق خاصة داخل وخارج العراق. برنامجك مسموع، ممكن يوصل صوت الشاب اسمه جيفان، مين هو؟ أرمني. إيه اسم أرمني. نتمنى يوصل صوته طبعا من اخواننا المسيح، بالاضافه الى اكو تبرع كانت من الكنيسه ايضا، تبرع من الخيرين ايضا كان موجود، ولكن هو يحب يكمل كامل الفلوس حتى يقدر يسوي العمليتين. اول عمليه ممكن يحتاج للسمع هو حتى يرجع انه يسمع، والعمليه الثانيه هي لزراعه كله. نتمنى انه كل الناس تسمع صوته، احنا وصلنا وحضرنا ونقلنا لكم معاناته، وان شاء الله خير. وهي لك الكلمه.